حياتي بك شيء؟ لا. حاسه بشيء؟ لا. عامله شيء؟ لا. معقول؟ ليه عم تسأل؟ يا حياتي قلنا أكثر من ساعة قاعدين بالصالون لحالنا، لا ضايقتيني ولا نقيت علي ولا طلبتي مني شيء. إذا زعلان منبلش. لا مش زعلان، بس حاسس حالي كأنه ناقصني شيء. أنتوا هيك رجال، لما المرة بتسكت بتصيروا بدكم تحكوها، ولما بتحكي بتصيروا بدكم تسكتوها. هلأ بلشتي ترجعي لطبيعتي. خلص فادي شو بدك هلأ؟ لأنه شايفني قاعدة رايقة بدك تحركش فيي لعصب؟ لا حياتي، بس اكتشفت إنك مش مهضومة وقت تكوني رايقة. ميرسي بعرف. وكمان ما بيلبق لك تكوني رايقة. ميرسي بعرف، بس أنا من هلأ ورايح قررت تكون رايقة، لا بدي أعصب، لا بدي نق، لا بدي أحكي، ولا بدي أطلب. عن جد؟ إيه، لأنه حسيت إنه ما في شي بهالدنيا بيستاهل إنه الواحد يعصب كرماله. معقول اللي عم بسمعه؟ مرتي حياتي عم تحكي هيك؟ هيدي آخر الدنيا. مرحبا يا جيران. إجا مين يعوض؟ كيفك سيس فادي؟ كيفك كريم؟ شو الهيئة مرض الرواء ضرب كل سكان البناية؟ كيف مايا؟ منيحة الحمد لله. بك شي وجيه؟ لا ليش؟ مأكد؟ ايه ليش؟ كيف ليش؟ لأنه هي أول مرة بتجي لعنا هالقد رايق، بعدين وقف عم تحكي معنا من دون ما تكون مرقت على البراد. نيالك ما أفضى بالك. تشرب شي وجيه؟ لا ميرسي. لا أكيد بك شي وجيه، معقول؟ وجيه اللي كان يجي لعنا ينام بقلب البراد، عم بتقولي له بتشرب شي بيقول لا ميرسي، يعني أكيد بشي. خلص فادي خلص اتركه، مو بقى تحكي، حرام لك يفوه مبين عليه كثير متضايق كأنه صار له جمعة بلا نوم. تفضلوا. شو هودي؟ هودي غراضي عم وزعهم. ايه؟ ليه؟ لأني بدي أغيرهم. تغيرهم؟ تفضلي كريم. هيدي العوينات هداني إياها صاحب الشغل، عزيزين كثير علي. لما قررت اترك الشغل. الهيئة بحبك كثير صاحب الشغل. وأنت فادي؟ تفضل. ايه؟ شو هيدي؟ هيدي عظمة. عظمة؟ لشو عم تعطيني عظمة؟ ما هيدي عظمة كلب. نعم؟ تبقى لعبوا فيها للك. ايه؟ ما انت مكفي وموفي. يلا بخاطركم. شو بخاطركم؟ باي كريم. باي. شو الهيئة كأنك بدك تسافر؟ شي من هالنوع. ايه؟ لوين مسافر؟ لحقين تعرفوا. يلا باي. باي. انتبهوا لحالكم. فادي معقول؟ معقول وجيه عن جد بده يسافر؟ بده يسافر يسافر؟ هو لو قال لي قبل أنا كنت رحت قطعت له التيكت على حسابي. حرام، حسيته كتير متضايق، شفته؟ كتير 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 متضايق. بده يتضايق يتضايق، المهم من هلا وبالرايح نحن ما بقى رح نتضايق. حرام وجيه، سافر رح نشتاق له كتير. مزبوط، حرام وجيه بدنا نشتاق له كتير. روح يا وجيه، إن شاء الله تروح وما ترجع بالسلامة.